نحن في بداية الشتاء دائما نشكل خلية أزمة، خلية طوارئ نتابعها طول الوقت، وعندما يلوح في الأفق منخفض قوي نستنفر لدنة الطوارئ كما هو حصل اليوم. استنفرنا لدنة الطوارئ من كل الجهات ذات الاختصاص، الإطفائية، الأشغال، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء إلى آخره، نستنفرها لتكون على أتم الجهوزية للتعامل مع كل طارئ في هذا المنخفض، وخاصة في إغلاق الشوارع أو الفيضانات اللي ممكن تتم أو سقوط الأشجار أو أي طارئ أو سقوط أشياء تتطاير مع الهواء إلى آخره. إحنا نكون جاهزين دائما لمعالجة أي قضية طارئة. أما بالنسبة للكهرباء، طبعا انقطاع الكهرباء ليس له علاقة بقدرات بلدية الخليل أو كهرباء الخليل. إحنا عندنا بنية تحتية الأفضل في كل المنطقة، عندنا إحنا استمرارية التيار الكهربائي الأفضل في كل المنطقة وفي كل شركات تزويد وتوزيع الكهرباء، لكن الأحمال أحيانا تتسبب بانقطاع التيار أو بطلب من القطرية عندما تزيد الأحمال عن 105 ميجا بطلبوا منا بتخفيف الأحمال أو بيطفوا أحد المحولات، يعني بيطفي 20 25 50 ميجا نص البلد ثلثين البلد إذا ما تمش تخفيض الأحمال، وأحيانا بتم بشكل مفاجئ بدون ما يحكوا معنا. لكن نحن نعمل ليل نهار للخروج من هذه الأزمة. تخوفاتنا دائما من أول شيء إغلاق الشوارع، إحنا نعمل على أن نحافظ على شوارعنا مفتوحة، خاصة باتجاه المستشفيات والشوارع الرئيسية. إضافة إلى ذلك إحنا نتخوف دائما من سقوط الأشجار، من تطاير ما يمكن أن يتطاير من صفيح وغيره وخزانات وهذا. إحنا بنقول للمواطنين دائما هنالك صفحة لبلدية الخليل، طلبنا منهم أخذ الحيطة والحذر والعمل والالتزام بما ننشره، ونطلب من المواطنين لنتفادى الكوارث أو نتفادى الحوادث، خاصة إنه الأطفال والناس لا تقترب من أماكن تجمع المياه، لأنه قد يكون هذا المكان فيه منه المفتوح دفعته كمية المياه اللي لم يستوعبها الخط. لذلك بنقول للناس أن يحذروا وأن لا يتحركوا إلا للضرورة، يعني واحد ما لهش ضرورة ليش يكون في الشوارع؟ الأصل أن لا يتحرك الجميع إلا للضرورة.